ويلا بينا تالت خبر معانا النهاردة. زي ما قلنا لكم الأسبوع اللي فات إنه كان وزارة السياحة قالت إنه هيكون في تجديدات في الأهرامات لمدة شهرين، وده هيسبب في إنه الأهرامات هتقفل لمدة شهرين. بس يا جماعة راجعين بنصلح لكم المعلومة إنه الأبديت إنه أيوه هيكون في تجديدات فعلا. إحنا زي ما قلنا هيكون في باصات جديدة صديقة للبيئة بتاخد السياح لحد مركز الاستضافة، ومركز الاستضافة ده بتاع السياح هيكون فيه برضو أكتيفيتيز وحاجات كتيرة لطيفة للسياح عشان يحسنوا من الاكسبيرينس عند الاهرامات. بس مش هيضطروا ان هم يقفلوا الاهرامات تماما، مش هتقفل شهرين. فاحنا اكشلي كنا بنقول لكم الاسبوع اللي فات انه هنقول لكم لو في اي ابديت، عشان لو في اي حد جاي سياحه في مصر او حابب ان هو يروح الاهرامات خلال الشهرين اللي جايين دول، لانه الجو جميل هيبقى يعني خلال الشهرين الجايين ان شاء الله. ان شاء الله. اه فحابين نطمنكم انه ايوه هيكون في تجديدات، بس وزاره السياحه بتنفي انه هيكون في اغلاق للاهرامات. الاكتيفيتيز كلها زي ما هي بالظبط، كل حاجه هتمشي زي ما هي. اللي عايز يروح الاهرامات ويستكشف او اي سياح جايين من بره مصر اهلا بيكم، ومش محتاجين ان انتوا تقلقوا بالظبط. حاجه كويسه جدا، انا شايفه كمان اليومين دول في اقبال كبير قوي على السياحه هنا في مصر، سبيشلي يعني غير القاهره وكده. معظم الناس بتنزل الساحل واسكندريه، سبيشلي الناس اللي جايه من كل الدول العربيه، وطبعا بيحبوا ياخدوا يوم او يومين كده القاهره يشوفوا بقى كل المعالم الحضاريه والتاريخيه وكده. ف يعني جود نيوز، وان شاء الله كل الناس اللي تكون على حسابها تيجي اليومين اللي جايين دول.